السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة مع رزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع وصفة طبيعية جديدة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم وصفة طبيعية علاجية اللي كتعالج مشكل ديال تكاثر او تزايد الاورام الليفية الرحمية، مشكل ديال الفيبروم اللي مؤخرا شفناه انتشر عند بعض السيدات او الفتيات وكيعانيوا من هذا النوع من الامراض بطبيعة الحال، وكنجربوا العلاج الكيماوي وكذلك الوصفات الطبيعية. بالنسبة لهذا المشروب اللي غنشارككم اليوم مجرب 100% وعنده نتائج كثيرة، يعني مجموعة من السيدات كانوا كيعانيوا من هذا المشكل ديال تزايد حجم الأورام الليفية في الرحم ديالهم، وبطبيعة الحال كلنا كنعرفوا أنه كيسبب مجموعة أو كيترتب عنه تأثيرات كثيرة فيما يخص الصحة ديال السيدات، يعني كيتسبب في توقف العادة الشهرية عند بعض السيدات، وكذلك كيتسبب حتى في مشكل ديال العقم أو مشكل ديال الحمل عند بعض السيدات اللي كيكونوا في سن الإنجاب. اذا غادي نحتاجوا فقط زوج ديال المكونات. غنحتاجوا عشبه الاذير اللي هي متوفره عندنا في البلد ديالنا، الاذير او اكليل الجبل او الروزماري على حسب الدول العربيه، يعني كل دوله وباش كتعرف هذا النوع من الاعشاب. الاذير يعني كيتميز بواحد الرائحه رائعه وعنده امتيازات كثيره فيما يخص الصحه ديالنا، عنده فوائد صحيه كثيره، كيعالج مجموعه من الامراض ومجموعه من الاضطرابات اللي كتكون في الجسم ديالنا، يعني مشاكل ديال الاضطرابات عفوا الهضميه، سوء الهضم، مشاكل ديال المعده كذلك والغثيان ومجموعه من المشاكل الصحيه، وكذلك مهم جدا للنساء بالنسبه للمشكل ديال العاده الشهريه وكذلك مشكل ديال تزايد الاورام الليفيه. اذا المكون الثاني غنحتاجو الزبيب او العنب المجفف. الزبيب حتى هو عنده فوائد كثيره بالنسبه للصحه ديالنا، كيعالج مجموعه من الامراض وكذلك مفيد جدا للاطفال والسيدات، مفيد جدا، كيعادل نسبه الهيموغلوبين في الدم، يعني حمايه كبيره من فقر الدم ومجموعه من المشاكل الصحيه بطبيعه الحال، عنده فوائد كثيره للجسم ديالنا. اذا بالنسبه لهذا المشروب باش نحضروه غادي نحتاجو 20 غرام من عشبه الاذير، وغادي نحتاجو 2 معالق كبار من الزبيب او العنب المجفف. خليكم معايا لاخر فيديو باش تشوفوا طريقه تحضير هذا المشروب. اذا كيف ما قلت لكم غادي نحتاجو تقريبا 20 غرام من الازير، وغادي ناخذو 2 معالق من الزبيب او العنب المجفف. بالنسبه للازير بطبيعة الحال كلنا كنعرفوا ان الاعشاب ما كنغليوهاش، الا غلينا الاعشاب كتولي سامه ومضره للصحه ديالنا. غادي ناخذو ماء مغلي وغادي نخليوه هذا المنقوع لمده تقريبا ديال 40 دقيقه، ومن بعد غادي نصفيوه باش ناخذوا هذاك المنقوع اللي ديال عشبه الازير مده ديال 40 دقيقه حتى كتطلق لينا هذيك المضادات الاكسده والمعادن اللي كيتميز بها الازير والزيوت الطياره اللي فيه، ومن بعد غادي نوريكم الطريقه ديال تتمه هذا المشروب. اذا كيف ما شفتوا معايا ها هو اللون ديالو تحول الى اللون هانتوما كتشوفوا معايا، الازير طلق لينا هذاك المنقوع يعني اللي خليناه مده ديال 40 دقيقه، من بعد كنصفيوه باش كناخذوا فقط هذاك المنقوع ديالو. من بعد ما صفيتو غادي نضيف ليه 2 معالق ديال الزبيب، اذا هذا هو المشروب ديالنا اللي غادي نحتاجوه باش نشربوه المده ديال 3 ايام متتابعه. غادي نشربوه على الريق بطبيعه الحال، ملي كنوضعوا الزبيب على هذا المنقوع كنخليوه واحد المده تقريبا ديال 30 دقيقه حتى كيتحل لنا هذاك الزبيب او العنب المجفف، ومن بعد كناخذوا المشروب كامل، يعني المنقوع ديال الازير مع الحبيبات ديال العنب المجفف او الزبيب، كنشربوه كامل هذا الكاس تقريبا على الريق على معده فارغه لمده ديال 3 ايام، وان شاء الله غادي تعالجوا هذا المشكل ديال التكيسات، المشكل ديال الاورام الليفيه بوصفه مجربه، وهذا المشروب مجرب وصحي 100%. شكرا للجميع، وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، وشكرا لكم، الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.